ف 2014 وصلنا تقريبا شهر الخامس، كنا شغالين بشكل طبيعي. صارت الأحداث مال 2014، دخول داعش، جانا ضغط من الشركة ومن إريكسون. تحقيق استقصائي جديد يجريه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشركائه حول العالم، بينهم موقع درج، يفضح الصفقات السرية لعملاق الاتصالات إريكسون في العراق، تحديداً خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على جزء من البلاد. حصل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على تقرير داخلي يكشف فساد موظفي إريكسون في العراق. كما أظهر التقرير أن الشركة أخفت مزاعم الرشوة والاحتيال في أكثر من 12 دولة. لم تكشف شركة إريكسون علناً عن مشكلات عملياتها في العراق إلا بعدما طرح الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشركائه بعض الأسئلة على الشركة، وأتى الرد بأن إريكسون تأخذ مزاعم المخالفات على محمل الجد، وهي ملتزمة بتحسين أداء الامتثال لديها.